بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم من مدرسة جوهرة العلم الأهلية لمادة التربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي. موضوعنا اليوم أسماء الله الحسنى. موضوعنا اليوم أسماء الله الحسنى، لكن تحدثنا بالموضوع السابق عن سورة الماعون، وقلنا سورة الماعون هي سورة مباركة التي تتكلم عن الناس الذين لا يخلصون بصلاتهم لله سبحانه وتعالى، وإنما رياء ونفاقا. وكذلك تتكلم عن معاملة اليتيم، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجزي من يحتقر اليتيم بالعذاب الشديد يوم القيامة. أما بالنسبة إلى موضوعنا اليوم أسماء الله الحسنى، فإن أسماء الله الحسنى 99 اسم، ولكن اليوم سوف نقوم بمعرفة ودراسة بعض من أسماء الله الحسنى: العادل، الرحمن، الخالق، الحي، القيوم. من العقيدة الإسلامية من أسماء الله الحسنى، إذن من أسماء الله الحسنى أولا العادل. أولا العادل، إن من صفات الله سبحانه إنه عادل، يعدل بين الناس فلا يظلم أحدا، فالله سبحانه لا يضيع عمل الإنسان الطيب. من صفات الله سبحانه وتعالى العدالة، فإنه يعدل بين الناس فلا يظلم أحد ولا يضيع عمل الإنسان الطيب، فمن يؤدي الصلاة والزكاة ويساعد الفقراء ويحترم والديه ويخدمهم ويفعل الخير للناس فإن الله يجازيه على ذلك بالجنة فلا يضيع عمله. فالذي يعمل الصلاة ويعمل الخير للناس ويؤتي الزكاة ويحترم والديه اللي هم الأم والأب ويخدمهم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيهم بالجنة فلا يضيع عمله. ومن يكفر بالله ويفعل الشر والجريمة والاعتداء على الناس فإن الله يعاقبه على الكفر وعلى فعل الجرائم مثل السرقة والكذب والقتل والغش والنميمة، وهذه من عدالة الله لأنه يجازي كل إنسان بعمله. اللي يعمل الجرائم مثل السرقة والكذب والقتل والغش والنميمة الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبهم، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى اللي هي العدالة، فلا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. وهو الغفور الذي يغفر الذنوب لمن يستغفره فيتوب الله عليه، وفي نفس الوقت فإن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوحا للمغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب فيتوب الله على العباد لمن يستغفره. أما بالنسبة للاسم الثاني من أسماء الله الحسنى، هو الاسم الثاني الرحمن. الرحمن، ثانيا إن الله لا يكلفنا بواجبات فوق طاقتنا، لأنه رحمن رحيم وعادل، لذلك فالأطفال الصغار لا يكلفهم بالصوم. والذي لا يستطيع تنفيذ بعض أوامر الله تعالى كالمريض مثلا فإن الله لا يعاقبه، إذن الله سبحانه وتعالى يرحم العباد. فالأطفال الصغار لا يكلفهم بالصوم لأن الصوم هو عمل شاق، كذلك المريض لا يكلفه بالأعمال لأنه مريض له عذر وله سبب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه. إن الإنسان هو الذي يظلم نفسه بفعل الشر والجريمة باختياره وبإرادته، وهو الذي يحقق لها السعادة بأفعال الصالحة. إذن الإنسان هو هنا المخير، هو الذي يختار الطريق، فإن كان اختار فعل الشر والجريمة بإرادته فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه، وإذا أراد يحقق السعادة لنفسه فيفعل أفعال صالحة وأفعال خير فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه على هذا الفعل. إن ربنا عادل رحيم يحب الخلق، فنحن نحبه ونطيعه ونعبده. طيب، هنا أعزائي التلاميذ المناقشة، فلنقوم بحل المناقشة معا. أولا، اذكر اسما من أسماء الله تعالى. اسم من أسماء الله تعالى، أحسنتم، اسم العادل. ثانيا، ماذا يعني العادل؟ ماذا يعني العادل؟ أحسنتم، معناته أن الله يعدل بين الناس فلا يظلم أحدا. ثالثا، هل يظلم الله تعالى الناس؟ وضح ذلك. هل يظلم الله تعالى الناس؟ جيد، كلا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، وضح ذلك. الله سبحانه وتعالى
لا يظلم أحد ولا يضيع عمل الإنسان الطيب، فمن يقوم بالصلاة ويأتي الزكاة ويساعد الفقير ويساعد والديه ويخدمهم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه بالجنة، ومن يعمل الجرائم والكفر فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه، لأن الله عادل لا يظلم أحد. 4. هل يجازي الله تعالى الإنسان على أعماله؟ الله سبحانه وتعالى هل يجازي الإنسان على أعماله؟ أحسنتم، نعم. 5. من الذي يعاقبه الله تعالى؟ من؟ أحسنتم، من يكفر بالله ويعمل الشر والاعتداء على الناس والجرائم مثل السرقة والكذب والنميمة والقتل هو الذي سوف يعاقبه الله سبحانه وتعالى. 6. هل يكلفنا الله تعالى فوق طاقتنا؟ لماذا؟ أحسنتم، كلا، الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا. لماذا؟ لأنه رحمن رحيم عادل. 7. رضى الله تعالى عن الإنسان ومعاقبته له كلها بيد الإنسان، وضح ذلك. رضاء الله تعالى عن الإنسان ومعاقبته له كلها بيد الإنسان. الإنسان هو الذي يظلم نفسه بالفعل الشر والجريمة بإرادته واختياره، أما إذا فعل الخير والصالحات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه بالجنة ويكسب رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد، وإنما الإنسان من يظلم نفسه باختياره وإرادته. أما الاسم الثالث من أسماء الله الحسنى، الخالق. الخالق. كان الطلاب في سفرة مدرسية إلى حديقة جميلة، قال المعلم للطلاب: انظروا إلى هذه الحديقة، إنها حديقة جميلة فيها الأزهار والأشجار والطيور الملونة والأسماك السابحة في البحيرة، إنها مختلفة الأشكال والصور والألوان، وانظروا إلى الناس والأطفال الصغار بأشكالهم وصورهم وألوانهم الجميلة، من الذي خلق الناس والأشجار والطيور والأزهار والشمس والقمر وصورها؟ من الذي خلقها؟ هنا المعلم يسألهم: من الذي خلقها؟ طيب، إن الله هو الذي خلقهم، هو الذي خلق لها صورها وأشكالها وألوانها. لذلك يقول لنا القرآن الكريم: صدق الله العلي العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، يسبح له كل شيء في السماء والأرض، وهو الذي خلق كل شيء، وهذه صورة توضيحية توضح لنا خلق الله سبحانه وتعالى من الأشجار والأثمار والجبال والغيوم والسماء، فإن كل شيء هو من خلق الله سبحانه وتعالى، كذلك الطيور وهذه النباتات بأنواعها وأشكالها وألوانها الجميلة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، كذلك خلق الشمس والقمر وكل شيء فإنه من خلق الله. والآن سوف نقوم بحل المناقشة معا. أولا، اذكر اسما من أسماء الله الحسنى. أحسنتم، الخالق. جيد. ثانيا، لماذا تحدث المعلم عن الحديقة؟ لماذا تحدث المعلم عن الحديقة؟ جيد، لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ما الذي أشار إليه المعلم مما كان في الحديقة؟ ما الذي أشار إليه المعلم مما كان في الحديقة؟ أحسنتم، أشار إلى الطلاب إلى الحديقة الجميلة بما فيها من أشجار وطيور ملونة وأسماك السابحة في البحيرة بالألوان والصور والأشكال المختلفة، فسألهم: من الذي خلق هذه المخلوقات؟ هو الله سبحانه وتعالى. جيد. رابعا، من الذي خلق الحديقة والناس والشمس والقمر؟ أحسنتم، الله. خامسا، اقرأ آية ورد فيها اسم الله الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات.
صدق الله العلي العظيم. والآن سوف نقوم بدراسة الاسم الآخر من أسماء الله الحسنى المقرر في كتابنا الجميل، هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. علي طالب مجتهد يحب القراءة والمطالعة كثيرا، لذا فهو يذهب إلى المكتبة العامة، وفي يوم الجمعة قرأ كتابا اسمه توحيد الله، فأعجب به كثيرا وأحبه لأنه يعرف الإنسان بربه وخالقه. هنا علي اشترى كتاب اسمه توحيد الله من المكتبة فأحب كثيرا. لماذا؟ لأنه يعرف الإنسان بربه وخالقه. طيب، وقد قرأ موضوعا في الكتاب اسمه الله الحي القيوم، استعار الكتابة وجاء به إلى البيت، وفي المساء طلب من أبيه أن يشرح له معنى الله الحي القيوم. فرح الأب بطلب علي وقال له: يا بني، إن معنى هذه الكلمات عظيمة جدا، فانتبه لما أقوله لك. كل إنسان عندما يفكر تفكيرا صحيحا في خلق السماوات والأرض والنبات والإنسان والشمس والقمر وبقية المخلوقات، يفهم أن لها خالق يخلقها، وأن الذي يخلق يجب أن يكون حيا وقادرا وقائما بشؤون خلقه ويدبرها. هنا الأب يوضح العلي، يقول لأنه كل إنسان عندما يفكر تفكير صحيح بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، يجب أن يعرف أنه اللي خلقهم هو يجب أن يكون حيا قادرا ويدبر شؤون خلقه. طيب، وكما نعرف أن الله ليس كمثله شيء، فهو حي ليس مثل الأحياء الأخرى، لأن كل الأحياء الإنسان والحيوان والنبات تموت، أي تفقد الحياة وينتهي وجودها، والله حي باقي لا يموت. لذا فإن القرآن الكريم يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العلي العظيم. هنا سوف نقوم بحل المناقشة معا. أولا، اذكر اسم من أسماء الله تعالى، واذكر آية كريمة تذكر هذا الاسم. ما هو الاسم من اسماء الله؟ أحسنتم، الحي القيوم. الآية القرآنية اللي تذكر هذا الاسم: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. ثانيا، ما عنوان الكتاب الذي قرأه علي؟ ولماذا أحب علي الكتاب؟ شنو عنوان الكتاب اللي قرأ علي؟ أحسنتم، توحيد الله. ولماذا أحب علي الكتاب؟ جيد، لأنه يعرف الإنسان بربه وخالقه. ثالثا، ماذا طلب علي من أبيه؟ ماذا طلب علي من أبيه؟ أحسنتم، أن يشرح له معنى الله الحي القيوم. رابعا، الذي يفكر في خلق السماوات والأرض والإنسان وغيرها، ماذا يفهم؟ اللي يفكر بخلق السماء، من اللي خلق السماء أو الأرض وهذا الإنسان المخلوق وغيرها، ماذا يفهم اللي يفكر في خلق السماوات والأرض والإنسان؟ ماذا يفهم؟ أحسنتم، يفهم أن لها خالقا خلقها، وأن الذي يخلق يجب أن يكون حيا قادرا وقائما بشؤون خلقه ويدبرها. طيب، خامسا، الله تعالى حي لكن ليس كالأحياء الأخرى، وضح ذلك. أحسنتم، جيد، لأن كل الأحياء منهم الإنسان كذلك الحيوان والنبات كلها تموت، أي تفقد الحياة وينتهي وجودها، لكن الله سبحانه وتعالى حي باق لا يموت، لذلك فإن الله ليس كالأحياء الأخرى. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن استفدتم من هذا الدرس الجميل، وأتمنى مراجعة الموضوع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.